متابعينا، متابعين المنهراوي، متابعين كل المكان الجديد. تبريد هواء، تبريد هواء توربينا. دور كده المجره. مكنة توربينا، التوربينا دي بيركب عليها يا اما مولد كهرباء زي ده كده اظن. هات المولد. التوربينا بيركب عليها مولد كهرباء، ده مولد بيركب على التوربينا. المولد 10 كيلو. لو انت واخد مكنة 10 حصان، 10 حصان هتاخد عليها مولد 8 كيلو. لو واخد 12 حصان، 12 حصان تاخد عليها مولد 10 كيلو. يعني ما ينفعش تاخد مولد 10 كيلو على مكنة 10 حصان، هتلاقي المكنة بتدخن معاك، الناس بتعمل لها مشاكل. فلما تاخد مولد دينامو 10 كيلو يبقى هتاخد معاه مكنة 12 حصان. تبريد هواء، دي التوربينة زي دي كده. في طبعا الميه، لو هتاخد بقى مكنه 8 حصان على ترومبه 6 على 6، بص على المكنه دي كده. نقول اسعار بقى النهارده كده، الناس عشان اسعار المكن اختلفت. يعني مكنه 8 حصان على ترومبه على شاسيه، دول كده سعرهم عامل 10500 جنيه، دول سعرهم النهارده عشان بس ما حدش يزود على الناس، الناس مش مستحمله. دول دي مكنه 8 حصان على ترومبه 6 على 6 على شاسيه 10500 جنيه. ممكن بقى تاخد حاجه سوبر جولد زي دي كده، هتزيد مثلا 500 جنيه. دي الابان مارشال، دي السوبر جولد، دي الابان مارشال. لو احتجت اي ترومبات، ترومبات موجوده، كل انواع الترومبات موجوده، مرحله اتنين مرحله، بهارات مش بهارات، توبلاند والاسكار، يمين شمال، 6 على 6، 4 4، 8 8، 4 على 3، 3 يلا كله موجود. تابعنا وتشوف حاجات جديده، ما تنساش بقى اللايك وتشترك في القناه عشان طبعا حلوه في اليومين دول. فاحنا اي حاجه بقى يعني اي حاجه، سيش لايك، الثروة زعلان مفيش لايقات خالص والدنيا بايظة. يلا السلام عليكم.